عبر الهاتف من غزة رئيس بلدية غزة يحيى السراج، أهلا بك معنا سيد يحيى. بداية، في كل الأوضاع الإنسانية التي تعاني منها مدينة غزة وقطاع غزة ككل، ما الذي من الممكن أن تقدمه بلدية غزة في كل هذه الظروف؟ جميعا الأوضاع تزداد صعوبة يوما بعد يوم، انقطاع الكهرباء المستمر منذ بداية العدوان، انقطاع المياه المستمر منذ بداية العدوان، الوقود ينفذ تدريجيا ولم يتبقى إلا أشياء شحيحة جدا، ويعني ربما تنفذ خلال يوم أو يومين. هذا بالنسبة لآبار المياه وضخات صرف الصحي توقفت تماما، تزويد الناس بالمياه أصبح مهمة شاقة جدا، و لا نستطيع تزويدهم إلا القليل جدا، كما قيل حاليا يعيش المواطن على 3 لتر من المياه إن وجدت. معظم المياه المتوفرة سواء في شمال أو جنوب القطاع مياه غير صالحة للشرب أصلا، الانتقال من مكان إلى مكان صعب جدا، كما تم استهداف كراج بلدية غزة وورشة الصيانة فيها قبل ليلة أمس، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة وإصابة بعض العاملين فيها، وهذا أدى إلى عدم قدرة البلدية حاليا على فتح الشوارع المغلقة، وكذلك عدم القدرة على المشاركة في إنقاذ المواطنين الذين يكونون تحت الأنقاض، كما أدى الاستهداف المباشر لإحدى الآليات التابعة لوزارة الأسرار إلى استشهاد السائق وإصابة العدد المرافق له. فالأمور تزداد صعوبة يوما بعد يوم، وبالتالي الحياة تكاد تكون مستحيلة في هذه الأوقات. نعم. طب بالحديث عن المناطق الجنوبية من قطاع غزة سيد يحيى، كيف تبدو فيها الأزمة الإنسانية، خاصة مع وجود عدد كبير وكثافة سكانية بعد ما نزحت الأغلبية من المناطق الشمالية إلى المناطق الجنوبية؟ أين يمكث الغزيون الآن؟ يعني هذه من المعضلات الكبيرة. الاحتلال يدعي أن المناطق الجنوبية مناطق آمنة ويدعو الناس إلى الخروج إليها. نعم. من مما يصلنا من معلومات أن هذه المناطق أصبحت مكتظة، لا يوجد مكان يعني يأوي إليه المشردون إلى تلك المنطقة. الحصول على المياه في الجنوب والغذاء ربما يكون أصعب من المنطقة الشمالية بسبب الازدحام وعدم توفر الإمكانيات. فالحقيقة أنه الشمال والجنوب يعاني نفس المعاناة، وربما ما يصلنا من المعلومات أن الجنوب المعاناة فيها أشد من المنطقة الشمالية بسبب كثرة الناس في هذه المنطقة. طيب، في بعض المدارس التابعة للأونروا وحتى المدارس بشكل عام ظهرت بعض المقاطع المصورة التي توثق وجود نفايات كبيرة وكثيرة في هذه المدارس، لربما هذه النفايات يعني ينجم عنها أمراض تخلف بعض الحشرات القوارض وما إلى ذلك، في ظل وجود أعداد كبيرة من الغزيين في هذه المدارس، يعني بحثا عن قليلا من الأمان. دور البلدية في العمل على إزالة مثل هذه النفايات لعدم وتفادي تخليف الأمراض؟ هذا صحيح، البلدية تحاول منذ مدة إعطاء الأولوية لمراكز اللواء من المدارس وكذلك المستشفيات بجمع نفايات منها بشكل مكثف أكثر من غيرها من المناطق، لكن بعد استهداف كراج البلدية والآلية تستقيل الموجودة فيها، هذه الخدمة بدأت تتقلص تدريجيا، وأيضا بسبب شح الوقود نحن الآن نقلص الخدمات، وأعلننا قبل 3 أيام عن تقليص خدمة جمع النفايات والاكتفاء فقط واقتصارها على المستشفيات الأساسية وبعض مراكز الإيواء. هذه معاناة شديدة، من الجدير بالذكر أن ما يعادل حوالي 30,000 طن من النفايات تتجمع حاليا في مراكز المدن وفي بعض الشوارع، وما ذكرته من انتشار القوارض والحشرات والأمراض شيء وارد جدا، الرائحة الكريهة التي تنبعث من بعض المناطق أحيانا لا تطاق، وبالتالي هذه الكارثة البيئية والصحية يعني مرشحة لانتشار بعض الأمراض، ناهيك عن تلوث مياه البحر حاليا بمياه الصرف الصحي وتسريب بعض مياه الصرف الصحي إلى برك تجميع مياه الأمطار. يعني كل هذه كوارث بيئية
تحدث حاليا في الوقت الحالي ولها تداعيات على المدى الطويل أيضا. طيب اسمح لي في نقطة الآليات على وجه الخصوص أن تضعنا في صورة أعداد الآليات المتواجدة في بلدية غزة حاليا، وكم آلية خرجت عن الخدمة، وهل يتم تزويد الدفاع المدني الهلال الأحمر وما إلى ذلك بآليات كبيرة لربما تساعد في عملية البحث والإنقاذ للضحايا وأيضا المصابين تحت الأنقاض؟ دعني أوضح هنا أن القطاع يعيش في حصار مطبق وشامل منذ حوالي 15 أو 17 سنة. هذا الحصار منع القطاع من التزود بآليات حديثة باستبدال الآليات القديمة التي عمرها من 20 إلى 30 سنة، وهي من المفروض أن تكون قد خرجت عن الخدمة وتم استبدالها سابقا. الآن هذه الآليات المتهالكة والقليلة والشحيحة تم استهداف عدد كبير منها، خرجت كم العدد؟ على الأقل حوالي 80 آلية خرجت عن الخدمة حاليا، والتي لم تخرج عن الخدمة لا يتوفر الوقود الكافي لتشغيلها. نعم، شكرا جزيلا، كان معنا عبر الهاتف من غزة رئيس بلدية غزة يحيى سراج.